ولمناقشة آخر تطورات الوضع الأمني في العراق والحملات الأمنية التي تشنها الميليشيات والقوات الحكومية على عدد من المدن بحجة محاربة الإرهاب، معنا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل. حياكم الله أستاذ عبد القادر معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. إذن ميليشيات الحشد عبد القادر تقول إنها تقوم بعمليات أمنية على تنظيم داعش في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، كيف تقرأ أهداف هذه العملية وتوقيتها؟ هذه العملية حقيقة تهدف إلى قضية مهمة تماما، وهي صناعة الفرصة التواجد في هذه المحافظات بعد أن ارتفعت أصوات أبناء هذه المحافظات برحيل ميليشيات الحشد لما ارتكبته من جرائم كبيرة بحق أبناء هذه المحافظات بقضية الإخفاء القسري. آلاف من المعتقلين المغيبين لا زالوا لا يعرف مصيرهم، فضلا عن تفجير المنازل، عن قتل الناس بدم بارد. لا زال هناك ملف الاعتقالات، اليوم نتكلم عن سجن الفيصلية في الموصل فيه 3000 امرأة من أهالي نينوى، فضلا عن اعتقالات موجودة في الأنبار غيرها، كلها تحت سيطرة ميليشيات الحشد بطريقة انتهاكات واضحة. وهي أيضا صنعت دورا مهما لإيران في تواصله لسوريا ولبنان، ولا سيما في سوريا، لأن الطرق المؤدية من نينوى ومن الأنبار تعمل بطاقة 24 ساعة في نقل الميليشيات والأسلحة، تجارة المخدرات. لذلك حقيقة اليوم عندما تجري عمليات الدهم وعمليات التواجد بحجة محاربة الإرهاب، هو يعني مشروع قديم جديد يتجدد في تواجد هذه الميليشيات للإبقاء على تواجدها في هذه المحافظات. لذلك هي تصنع عمليات أحداث مفبركة ومنها متعمدة، لأنها هي من تسيطر على الحدود. بالتالي اليوم من فشل في أمام خروقات أو أمام أحداث أمنية، هؤلاء بالتالي هؤلاء عليهم أن يرحلوا، لأنهم فاشلون، لم يستطيعوا ضبط الحدود، لم يستطيعوا ضبط الأمن. بالتالي لكن حقيقة لا يوجد هناك من يداعي بهذه القضية، لأن الكل متواطئ معهم أمام مناصب سياسية لبعض الأطراف يريدون البقاء والمحافظة عليها. لذلك هي تسعى في صناعة دور لها للبقاء، لا سيما أن هناك ملفا إيرانيا مهما أن تبقى هذه الميليشيات قريبة من القواعد الأمريكية في هذه المحافظات لصناعة أوراق جديدة في التفاوض القادم في شهر حزيران، الذي تطمع الولايات المتحدة على توقيع اتفاقية تنص لها على استخدام قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير في أربيل ضمن منطقة الشرق الأوسط كقواعد متقدمة استراتيجية. ولكن الحكومة أستاذ عبد القادر كما تعلم أعلنت من قبل قضائها على ما يسمى الإرهاب في هذه المناطق والمحافظات، إذن ما الذي يمكن أن تسوغه الحكومة للرأي العام سواء في العراق أو المحيط الإقليمي لكي تقنع الرأي العام بأنها كما تزعم تواجه الإرهاب من جديد؟ من المؤكد تماما أن هذه الأطراف الميليشياوية هي من تتحكم بالحدود، بالتالي عملية غض البصر لإدخال عناصر ربما أو التغاضي على انسحاب في أماكن يتم استهداف من خلالها الحشود العشائرية هو هدف استراتيجي لهذه الميليشيات. وهناك أيضا معلومات دقيقة على أن أحداث جرت هي من صنيعة هذه الميليشيات عبر استهداف بعض الأماكن والمواقع من أجل أن تسوق أنها لا زالت تحارب الإرهاب وأن بقائها ضروري، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنها تسعى لإبادة الحشد العشائري الذي كان متواطئا مع ميليشيات الحشد في تنفيذ صفحاتها على أهالي هذه المناطق، لكونه أراد أن يبذل لهم أنه موالي لهم من أجل البقاء، لكن لم تشفع له كل ما فعله لأجلهم. لذلك الاستهدافات تجري لأن إيران والميليشيات الحشد تخشى أن تستوعب الولايات المتحدة الأمريكية الحشود العشائرية في صناعة صحوة ثانية. لذلك عملية استهداف الصحوة الأولى حقيقة يجري الآن نفس الطريقة في عملية استهداف الحشد العشائري من أجل إزاحته على الخارطة بعد انتهاء مهماته التي كان يمارسها لصالح ميليشيات الحشد الشعبي. لذلك حقيقة هي تريد زعزعة الأمور، وبالتالي نحن مقبلين أمام صفحات أخرى في هذه المحافظات تسعى إليها الميليشيات من أجل حقيقة إبقائهم، ومن أجل أيضا دفع أعداد أخرى، ومن أجل التعاقد. اليوم هناك معلومة مهمة نثيرها عبر قناتكم، وصلتنا من
مؤكدة أن السلطات الحكومية في بغداد تسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران وروسيا لمساعدة القوات الحكومية طيرانيا ولوجستيا وتواجديا في هذه المناطق، حقيقة بحجة أنها صوتت على مغادرة التحالف الدولي والقوات الأجنبية والأمريكية برلمانيا من العراق، كما صرح أحد النواب صراحة أحد لذلك هي تلعب نعم. طيب تلعب بهذا الإطار بحجة أن هناك تحالفا رباعيا بين روسيا وسوريا وإيران وبغداد. إذن في هذا السياق أيضا سعد عبد القادر، حاكم الزاملي صرح بأن الأخطاء التي أدت إلى سيطرة تنظيم داعش في عام 2014 على الموصل لم تعالج حتى الآن، يعني أين ذهبت إذن مليارات الدولارات التي صرفت ولا تزال تصرف في هذا الجانب في الملف الأمني في تلك المناطق إذا كانت الأخطاء لم تعالج بحسب قول الزاملي؟ يعني الزاملي وغيرهم جزء من المشكلة، هم لم يعالجوا بل ارتكبوا أفظع مما كانت عليه الأحداث التي حقيقة سبق الظهور تنظيم الدولة في هذه المناطق وسقوط يعني وجوده او سيطرته على الموصل آبان 2014. يعني لم تكن هناك سوى الاعتقالات الكبيره، يعني سجن بادوش يتذكره اهل نينوى ما وجدوا فيه من اعتقالات من نساء وما وجدوا فيه اعتقالات من رجال يشيب لها الولدان. اليوم ما الذي فعلوه؟ اليوم يوجد هناك سجنا في الفيصليه يسمى سجن الفيصلي، يوجد فيه 3000 امراه من اهالي نينوى معتقلين، يعني أعداد بالعشرات منهم أعمارهن ما بين 60 و70 عاما. بالتالي حقيقة أين الحكومة وأين الزامري وغيره وأعضاء البرلمان، بل أين المحسوبين على أهل نينوى والمحسوبين على هذه المحافظات من زياج هكذا سجون وهي مخصصة لميليشيات الحشد الشعبي وليس لغيرها، فضلا عن اعتقالات أخرى لما تسمى قيادة عمليات نينوى والشرطة الاتحادية وكذلك مقرات الشرطة. نتكلم عن آلاف الرجال المعتقلين والمغيبين الذي يجري موتهم يوميا. بالتالي نحن أمام انهيارات اقتصادية كبيرة، أمام عدم معالجة للواقع، أمام مكاتب اقتصادية لم تكن موجودة قبل 2014 لصالح الميليشيات تجبر حتى بائع الخضار أن يدفع شهريا لهذه الميليشيات مبلغا ماليا يفرض عليه. أيضا الزاملي وغيره ألمح إلى أن مشهد عام 2014 ربما سيتكرر الآن، هل تعتقد يعني أن ذلك ممكن؟ يعني ما الذي كان يرمي من هذا التصريح سواء الزاملي أو غيره، أما أن هناك مآرب أخرى من هذه التصريحات؟ هناك مآرب أخرى لهذه التصريحات التي هي مقدمة، وبالتالي أنا أحيل لك والمشاهد الكريم على تصريحات باقر جبر صوراغ الذي قال سنقاتل على أسوار بغداد الإرهاب وسيأتينا. بالتالي هي صناعة فرصة من أجل أن يبرر لعملية الاتفاق مع روسيا وإيران لكي تكون بديل التحالف الدولي في العراق، وبالتالي يتم استخدامهم في تدريب وتأهيل، وهو هؤلاء الإيرانيون بالذات هو ما يهمهم هذا المشهد متغولين في عملية السيطرة على المؤسسة العسكرية. يعني استغلال هذه الهجمات عفوا أستاذ عبد القادر في تلك المناطق لإعادة تمركز الميليشيات في هذه المدن ضمن مقتضيات الصراع الأمريكي الإيراني؟ بالتأكيد هذا ما ترمو إليه، وهي صناعة الفرصة لإيران، لأنه حقيقة من يسيطر على مجمل الحدود من نينوى إلى الأنبار هي ميليشيات الحشد، وإذا أرادت هي هذه الميليشيات أن تفتح المجال لدخول بعض العناصر الذي نقلوا من عرسان بباصات حزب الله إلى الحدود العراقية ممكن هذه القضية، وبالتالي تكون مسيطرة لصناعة فرصة تمركز وتواجد، لأن الإيرانيين أيضا يريدون أن تبقى الميليشيات قريبة تماما على القواعد الرئيسية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية كقاعدة عين الأسد وقاعدة بلد وغيرها ضمن المحيط وكذلك كركوك. لذلك حقيقة دفعت في صحراء الأنبار منذ ما يقارب أسبوعين أو 3 أسابيع أعداد كبيرة من الميليشيات، ولا يوجد هناك أي مسوق أمني سوى أنهم يريدون أن يكونوا قريبين من قاعدة عين الأسد، وربما الآن يجري عملية تمركز لبناء قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني بين الحدود العراقية الأردنية السعودية. على هذا الأساس هم يريدون حقيقة استغلال هذه القضية، ولذلك رأيتم عندما تم هذه الخروقات الأمنية بالمباشر كانت هناك صفحات إعلامية وسياسية وعسكرية لهذه الميليشيات كأنها تعلم بتوقيتات هذه الهجمات. شكرا جزيلا لك إذن سيد عبد القادر النايل عبر سكايب من عمان، كاتب والمحلل السياسي.